برحب بيك يا كابتننا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي، وباذن الله يستطيع النادي الاهلي تحقيق 3 نقاط في رحله الدفاع لقب بطوله الدوري العام في فتره ومرحله حساسه جدا يا كابتن ايمن. طبعا زي ما انت عارف فقاد عدد من النقاط في توقيت صعب، لكن ان شاء الله باذن الله الامل موجود بالجديه الكبيره اللي ان شاء الله باذن الله عايزين نشوفها في لعيبه النادي الاهلي في كل دقيقه بقى من 90 دقيقه دي، الشخصيه روح الفانيله الحمراء كل الامور دي ان شاء الله باذن الله النهارده تكون مع لعيبه النادي الاهلي، ومش هننظر لاي حاجه على قد ما احنا هنركز فقط لغير في مبارياتنا، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الاستعدادات خلاص انتهت بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وصول الفريقين طبعا الى استاد الاهلي ويا السلام اللي هيستقبل النهارده مباراه الاهلي وام بي في الجوله 30. موسيماني كعادته طبعا تفقد ارضيه الملعب استاد الاهلي والسلام، ارضيه مميزه جدا، تم رش الملعب بتساعد بشكل كبير جدا جوده ارضيه الملعب الحقيقه في تنفيذ الجمل التكتيكيه والسبرنتات والترنات طبعا اللي يمكن بتعرض شويه بعض اللاعبين لو الملعب فيه صلابه شويه او ما فيهوش رش، لكن الملعب جيد جدا. يا رب ان شاء الله تكون النهارده كل الامور دي والمناخ والجو، الجو كمان طيب جدا، يعني انت عارف يا كابتن ايمن درجات الحراره كانت صعبه خلال الايام الماضيه وتحديدا كمان صباح اليوم الجو كان صعب شويه، لكن في التوقيت ده الجو مميز جدا، فيا رب ان شاء الله الظروف دي تكون مؤشرات للاعيبه النادي الاهلي مع الاستعدادات الفنيه لبيتسو موسيماني اللي قدر ان هو يختار 11 لعيب النهارده ان شاء الله في هذه المباراه، مع فقدان محمد شريف، وليد سليمان، احمد ناصر، وناصر احمد، رمضان بيكم، وناصر ماهر، وايضا كمان مروان محسن. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه اللي متواجده في القائمه مع محمود كهربا كمان النهارده اللي تم الدفع بيه يكون النهارده موفق ان شاء الله في هذه المباراه. الامور طيبه وجيده جدا، خلاص الاستعدادات انتهت، يتبقانا ان شاء الله باذن الله التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي، ويكون دخولنا ان شاء الله في بدايه المباراه دخول جيد نقدر من خلاله ان شاء الله نكون مسيطرين على المباراه، ومنها ان شاء الله يكون النادي الاهلي حاصل 3 نقاط هيساعدوه بشكل كبير جدا في رحله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد، ومن كريم نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح، اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل الشكر لضيوفك الكرام الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي ويا السلام، ومباراه الجوله 30 للدوري المصري، مباراه قويه جدا بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي امبي. طبعا كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. لو هنتكلم على فريق امبي، فريق امبي طبعا بقياده فنيه للكابتن حلمي طولان اللي كان حريص انه يتكلم مع اللاعبين على ضروره استغلال الضغط اللي هيبقى فيه النادي الاهلي، خاصة بعد التعادل مع فريق الإسماعيلي في اللقاء الأخير للنادي الأهلي. 3 لقاءات لعبهم فريق إنبي في الفترة الأخيرة، كان يتعادل مع المقاولين بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع فريق بيراميدز بهدف لكل فريق، والتعادل الأخير والمباراة الأخيرة كانت أمام فريق سموحة بدون أهداف. منذ لحظات أعلن الكابتن حلمي طولان تشكيل نادي إنبي لهذا اللقاء، وطريقة لعب الكابتن حلمي طولان 4-3-2-1، هيكون في حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، قدامه 2 مساكين زيادة أبو غطاس ورامي صبري، في اليمين علي فوزي، في الشمال مصطفى دويدار، 3 في قلب دايرة المنتصف أحمد يوسف وزياد كمال ومصطفى زغلول، قدامهم طرفين، الطرف هجومي أيمن هو محمد شريف، والطرف الهجومي الأيسر هو دينو بيتر، ورأس الحربة وجون إيبوكا. آخر تعليمات الكابتن حلمي طولان للاعبين، عايز يضيق ويعمل كثافة عددية في منتصف الملعب ويضيق المساحات على النادي الأهلي، لكن إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء، ويكون 3 نقاط لفريق النادي الأهلي. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.